بسم الله الرحمن الرحيم. مع نظم الدرر السنية في السير الزكية للحافظ زين العابدين أبي الفضل عبد الرحمن الحسين العراقي المتوفى سنة 600 من الهجرة رحمه الله تعالى، مع الجزء الخامس ذكر أفراسه صلى الله عليه وآله وسلم. سكب لزاز ضرب وسبحة، مرتجز ورد لحيف سبعة، وليس فيها عندهم من خلف، والخلف في ملاوح والطرف، كذا ضرير وشحى مندوب، مرواح بحر أدهم النجيب، أبلق مع مرتجل مع يعسوب، سرحان ذو العقال سجل يعبوب. ذكر بغاله وحميره. بغاله 5 أو 6، دلدول مع فضة والأيلية، وبغلة أهدى له الأكيدر، وجاء من كسرى وفيه نظر، وبغلة أهدى له النجاشي، وهو بأخلاق النبي الفاشي، حماره عفير أو يعفور، أوفاهما اثنان وذا المشهور، وكونه كان اسمه زيادا أو فيزيد منكر إسنادا، وثالث أعطاه سعد يسنده، رديفه قيس بن سعد ولده. ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم. كانت له لقاح الحناء، عريس بغوم السمراء، بردة والمروة والسعدية، حفدة مهرة واليسيرة، رياء والشقراء والصهباء، أضباء جدعاء هما القصواء، وغيرهن والجمال الثعلب، وجمل أحمر والمكتسب، كنيمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي، في أنفه برة أي من فضة، غاض به كفار أهل مكة. ذكر منائحه وديكه صلى الله عليه وآله وسلم. كانت له منائح بركة، زمزم سقيا عجرة وورشة، أطلال أطراف قمر مع يمن، غوثة أو غيثة بل في السنن. كانت له 100 شاة غنما، ولا يريد أن تزيد كلما، ولد منها بهمة راعيها، ذبح شاة لا يزيد فيها. وكان أيضا عنده ديك له أبيض، فالمحب قد نقله. المحب الطبري نقل هذا عنه. ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. كان له من الرماح 5، من قينقاع جاءه 3، ورابع له يسمى المثويا، والخامس المثني بذاك سميا. أقواسه 5 الروحاء، وقوس شوحط هي البيضاء، وقوس نبع وهي الصفراء، كذلك المكتوم والزوراء. كان له ترس به تمثال، كرهه فذهب التمثال، كذا الزلوق للسلاح يزلق، وترسه الثالث فهو الفتق. أسيافه الحتف وذو الفقار، مأثور العضب مع البتار، كذاك مخذم كذا رسوب، والقلعي لم يسم والقضيب، وقيل ذا قضيبه الممشوق، كان بأيدي الخلفاء يشوق. أدرعه 7 السعدية، ذات الفضول وكذاك فضة، ذات الحواشي ما لها كفاء، ذات الوشاح الخرنق البتراء. كانت له منطقة أديم، فضة الحلق والإبزيم، رايته العقاب كالنمراء، مع راية صفراء مع سوداء. كانت له ألوية بيض كذا، أسود مع أغبر منها اتخذا،
حرابه البيضاء ثم النبعة، وحربة صغيرة عنزة، مغفره السبوع والموشع، فسطاطه الكن كما قد صرحوا، محجنه قدر ذراع يستلم، في حجه الركن به كما علم. كانت له هراوة بالنقل كذا عسيب من جريد النخل، كانت له مخصرة يختصر بها اسمها العرجون فيما ذكر. كان له خفان ساذجان أهداهما أصحمة الربان، كان له أربعة منها أخر أصابها من سهبه من خيبر. له ثلاث من جباب تلبس في الحرب، إحداهن منها سندس أخضر، ثم جبة طيالسة تغسل للمرضى وكانت ملبسة، ونبله سمي بالمؤتصلة ومنهما سمي بالمتصلة. ذكر أقداحه وآنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم. أقداحه الريان والمغيث، وآخر مضبب يغيث به إذا ما مسهم من حاجي، وقدح آخر من زجاج، وقدح تحت السرير عيدان يقضي به حاجته في الأحيان. مركنه من شبه وتوره حجارة من ناله يميره، ركوته كانت تسمى الصادرة، قصعته الغراء ليست قاصرة، كان له صاع لأجل الفطرة، وقعبه كان اسمه بالسعة. كانت له ربعة أي مربعة كجونة يجعل فيها أمتعة، سواكه ومشطه والمكحلة كذلك المرآة والمقراض له. كان له سرير أهداه له أسعد وهو ساج استعمله، موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات ثم رفع عليه، أيضا بعده الصديق كذاك، أيضا عمر الفاروق. ذكر الوفود. أول وفد وفد المدينة سنة خمس وافد مزينة، وهكذا سعد بن بكر في رجب، وعام سبعة جذام وعقب، الأشعريون ودوس القوم، وفي الثمان ألفت سليم، ثعلبة ثمالة والحدان فيها، وفي التاسع وفد همدان كذا بنو الدار، وفيه في صفر عذرة بعدها بلي وحمير، وبعد في العاشر وفد خولان وكندة وغامد وغسان، وفد الرهاويين وفد نجران، وفد صدى والأزد مع سلامان، بجيلة وحضر موت النخر، والحارث بن كعب أيضا أجمع، وفيها مرة عبس أسد، وفد تميم فيهم عطارد، باهلة وجعدة فزارة، عقيل عبد أشجع كنانة، لقيط بكر وابن عمار قدد، مات رجوعا وكلاب ووفد، وفد ثقيف مع عبد القيس، رؤاس عامر هلال عنسي، قشير ثعلب وبعض مسلم، أما النصارى منهم فالتزموا أن يمنعوا أولادهم من صبغة في دينهم، وفد بني حنيفة. ومن وفود اليمن اليماني وفد تجيب طيئ جيشان، كلب خشين ومراد والصدف، وخثعم سعد العشيرة ردف، أزد عمان وزبيد أسلم، وبارق وابن حميد سالم، سعد هذيم جرم بهرى مهرة، وفد العفي كذا جهينة. سنة إحدى عشرة جاء النخع في مئتين بعد من قبل نجع، وفد السباع والذئاب ذكرا في غابة وغيرها واستنكرا.
ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم. أمر بازان بلاد اليمن، ثم ابنه شهرا بصنعاء يمني، وابن أبي أمية المهاجرا، كندة والصدف، فقبل أن سرى لعمله قضى النبي بالموت. كذا زياد بن لبيد حضر موت، كذا أبا موسى زبيدا وعدن، وزمع والساحل من أرض اليمن. كذاك قد ولى معاذا الجند، كذاك عتابا على خير بلد، كذاك قد ولى أبا سفيان، صخر بن حرب بعد ذا نجرانا، كذا ابنه يزيد أي تيماء، وابن سعيد خالدا صنعاء، كذا عمرا أخه وادي القرى، وحكما أخاهما على قرى حرينة، كذاك أيضا أعطى أخاهما أبان منه الخط، كذلك ابن العاص عمرا بعمان، كذا على الطائف ولى عثمان ابن أبي العاص، كذاك وليا محمية الأخماس، ثم وليا علي القضاء والأخماس بيمن فكان فيه راسا، كذاك أمر ابن حاتم عدي في صدقات طيئ وأسد، وغيره من أمراء الصدقة تجمع من قبائل مفرقة. وأمر الصديق في الحج لدى سنة تسع وعلي في النداء، ألا يحج بعد عام مشرك، ويقرأ السورة خاب المشرك. أما الأولى أمرهم في البعث، فذكروا في كل بعث بعث. ذكر مرضه ووفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرض في العشر الأخير من صفر، أقام في شكواه ذاك 12 أو 10، أو أقام 14 أو 13 قد ذكره. كذا ابن عبد البر في ربيع في يوم الاثنين لدى الجميع، وفاته إما بثاني الشهر أو مستهل أو بثاني عشر، وهو الذي أورده الجمهور، لكن عليه نظر كبير، لأن وقفة الوداع الجمعة فلا يصح كونها فيه معه، وقيل بل في ثامن بالجزم، وهو الذي صححه ابن حزم، وكان ذاك عندما اشتد الضحى أو حين زاغ الشمس خلف صرحا. غسله علي والعباس وقثم والفضل ثم ناس، أسامة شقران يصببان الماء، فأوس حاضر المكان، وقيل كان ينقل الماء له، وإن عمه لم يشاهد غسله، غسل من بئره بئر غرس، ولم يجرد من قميص اللبس، يدلكه بخرقة علي من تحته وهو له ولي، بالماء والسدر ثلاثا غسلا، وفي ثلاثة ثيابا جعلا، وتلك بيض من سحول اليمن، ولم يكن قميصه في الكفن. وقد روى الحاكم أن قد كفنا في 7 وبالشذوذ وهنا، ثم أتى الرجال فوجا فوجا، صلوا فرادا ومضوا خروجا، ثم النساء بعدهم فالصبية، وفي حديث وبه جهالة، صلى عليه أولا جبريل، ثم تميكال فإسرافيل، ثم يليهم ملك الموت معه جنوده الملائك المجتمعة. وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرفوا، وذا ضعيف ورووا عن مالك أن عدد الصلاة 92 من المرات، وليس ذا متصل الإسناد عن مالك في كتب النقاد، ودفنه في بقعة الوفاة بخبر الصديق بالإثبات. ودخل القبر الأولى في الغسل، وقيل لا أسامة وخولي،
زاد ابن سعد أيضا ابن عوف مع عقيل أمنوا من خوفي. وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت وهذا أثبت. ولحدوا لحدا له ونصبت عليه تسع لبنات أطبقت. وسطحوا مع رشهم بالماء واشترك الأنام في العزاء. وذاك في ليلة الأربعاء أو قبلها بليلة الليلاء وقيل يوم الموت بالتعجيل. صححه الحاكم في الإكليل. وفسر الصديق للصديقة منامها أن سقطت في الحجرة. حجرتها ثلاثة أقمارا ها خير أقمارك حلت دارا. صلى عليه ربنا وسلما وصاحبيه نعما وأنعما. هما الضجيعان من الأقمار قد جاورا في اللحم خير جاري. ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.